مرحبا، اليوم بعطيكم طريقة صنع سلطة الفاكهة. نحتاج فواكه: التفاح، فراولة، وبرتقال. نحتاج معها عصير مانجا كمادة حافظة في السلطة. بنحط الفواكه نحطها حسب الكمية اللي بدكم اياها. بنحط البرتقال، بنحط الفراولة، بنحط بعدين عصير المانجا لما يغمر، وبنحركها. لحد لما يمتزج مع بعضه وندوقه. نحط طيب، هيك تعلمنا طريقة صنع سلطة الفاكهة. والمانجا حطيناها كمادة حافظة للسلطة، وبنقدر نحطها بالثلاجة لمدة أسبوع، وبنقدر نحفظه لوقت أطول.